السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنراجع على الموديل، بنحتاج ان احنا ناخد سكيشن. فبكل سهولة ممكن اجي هنا اقول له ان انا عايز اخد سكشن، وبعد كده بقول له مثلا شوف السكشن انت عايزه افقي رأسي. فانا مثلا لو دوست على الفلور هيبدأ ياخده بالشكل دوت. طيب عايز ابدأ انزل شوية، هدوس شيفت وكليك شمال وابدأ انزل بالشكل دوت. طيب لو عايز بقى سكشن مثلا في الاتجاه دوت، اقول له سيكشن واروح مختار هنا، هيعمل السيكشن دوت، هدوس شيفت وابدا اسحب فيبدا ياخد لي السيكشن زي ما احنا شايفين. لو انا عايز اشوف المبنى كله مش عايز موضوع السكاشن، هبدا ادوس هنا فيبدا يوريني شو اول، يوريني المبنى كله من غير فكره السكاشن. شيفت وتبدا تسحب.